ننتقل بقى للجزء الاخير وهو متعلق بمباراه فلامينجو نعم. يوم السبت تحديد المركز الثالث. اول حاجه الفيفا قال لك لا مش هتلعب في الرباط، جهز نفسك بكره الشنط بتاعتك واطلع على طنجه هتلعب ماتش الثالث هناك. ده كلام طبعا امر يعني متعب جدا برضو. طبعا يعني المسافه هناك احنا بنتكلم حوالي ساعه ونص، ساعه وربع او ساعه يعني ساعه وربع بالقطار، لكن لو سافروا بالاتوبيس تاني انت بتتكلم في 3 ساعات. اوكي طبعا هو امر شاق جدا 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 عشان تسافر بالباص 3 ساعات كتير قوي بصراحه، كانك بالظبط يعني مسافر بعد اسكندريه يعني سفر يعني ماتش كانك، حتى اعتقد المسافه دي ربما كانك راح برج العرب يعني برج العرب من ساعتين ونص 3 ساعات. فانا كنت اتمنى ان احنا متعودين دايما الثالث والرابع بيلعبوا في نفس الملعب بتاع الفاينل، بيلعبوا قبل الماتش يعني بحوالي 3 4 ساعات نفس المدينه يعني عشان التتويج حتى يعني على الاقل هيبقى ازاي. فهي غريبه قوي بصراحه من هنا. طبعا اعتقد هيعمل مراسم تتويج اكيد لازم يعملها هناك في طنجه منفرده. فبصراحه يعني قرار غريب جدا جدا من الفيفا. وبس طبعا انت عارف يا محمد خلاص يعني ده اخر يوم في الفرح المونديالي العالمي فمش هنعمل مشاكل، خلاص انتهى الموضوع، هنتقبل الامر. وفي وجهه نظري مباراه فلامينجو هي كتابه وتسطير تاريخ للعيبه ان هم ياخدوا الميداليه البرونزيه للسنه الثالثه على التوالي، واستعداد جيد للاهداف الحقيقيه بقى اللي هي انك تواصل تصدر الدوري المحلي و تتصدر مجموعتك القوية جدا 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 في دوري الأبطال. ليه؟ ده احنا بنتكلم بقى عايزين نتفادى فكرة انك تبقى جاي بإنجاز من المونديال ويحصل لك دروب والكيرف ينزل بره واحد وبيحصل دروب على طول في المباراة الأولى من دوري الأبطال. خلي بالك يا محمد دايما كنا بنقع فيها، اتغلبت من سيمبا وقبلها ما اعرفش اتغلبت من مين، ليه؟ لأن انت مركزة معاك قوي، ده الأهلي بطل العالم وهكذا. فهو في وجهة نظري هي دي الأهداف الأساسية على اللاعبين وعلى الجهاز الفني.